السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم احنا في منطقة اكتبات، جينا نصور مشروع جدا راقي. مشروع عبارة عن اربع ابراج زي ما احنا شايفين، بلوك A، بلوك B، بلوك C، بلوك D. في احد الابراج هذه نصور شقة، نقول لكم تفاصيلها بعد شوية. زي ما احنا شايفين في المجمع موجود العاب اطفال، العاب رياضية، مساحات خضراء زي ما احنا شايفين، بالإضافة إلى الكاميليات اللي هي الجلسات العائلية، كاميرات مراقبة ونظام سيكيورتي 24 ساعة. ورح يكون هنا أيضا سوبر ماركت ومحلات تجارية وأيضا صالة فتنس وألعاب رياضية. أيضا المجمع إطلالتها على البحر، والمنطقة أيضا مخدومة بكل الخدمات من المواصلات وسوبر ماركت ومسجد، مطاعم، كافيهات، كل الخدمات متوفرة في هذه المنطقة، منطقة أكتبات. تعالوا معنا نشوف الشقة. كل بناية زي ما شايفين نص سنين. تعالوا نشوف تفاصيل الشقة. أول شقة زي ما احنا ملاحظين، المنطقة هذه منطقة نقدر نحط فيها دولاب خاص بالأحذية والعبايات، انترفون خاص بالشقة. نجي هنا على اليسار، الحمام الأول مثل الكرامة، حمام عربي يخدم الضيوف. بجوارها الصالة، الصالة ما شاء الله مساحتها كبيرة وشاحنة، الأغذية باركيه، إطلالة ساحرة على الطبيعة وعلى البحر. إطلالة خيالية ما شاء الله على البحر. بانورامية لها مخرج أيضا، الصالة على بلكونة، بلكونة كبيرة وشرحة ما شاء الله زي ما احنا شايفين. مخرج البلكونة من الصالة زي ما قلنا ومن المطبخ. إطلالة الشقة كاملة على البحر زي ما احنا شايفين، إطلالة بانورامية على الطبيعة وعلى المدينة وعلى البحر. منطقة أكتبات منطقة حيوية جدا، موجود فندق دبل تري باي هيلتون، إضافة إلى ذلك مطاعم سياحية مشهورة مثل مطعم سراي ونجلة هالم وجبيل أسطى. كل المطاعم هذه موجودة في منطقة أكتبات. الشارع الرئيسي هذا اللي احنا شايفينه مقابل المشروع مؤدي على الشارع الرئيسي العاب اللي هو الساحل، مخدوم بالمواصلات. ورا البناية هذه السوبر ماركتات والمطاعم والكافيهات، كل الخدمات متوفرة في المجمع. نكمل تصوير الشقة. الشقة أيضا مزودة بالديكورات الصحفية المخفية وأيضا التدفئة المركزية زي ما احنا شايفين. نجي هنا على المطبخ، دواليب المطبخ راكبة وجاهزة ما شاء الله تبارك الله، نوعية جيدة وفاخرة. مخرج زي ما قلنا قبل شوية للبلكونة، يمكن في البلكونة السابقة. نطلع من المطبخ نيجي هنا على الغرفة الأولى. الغرفة الأولى أيضا لها إطلالة على البحر ما شاء الله تبارك الله، الشقة كلها مطلة على البحر. نطلع من الغرفة الأولى مقابل الغرفة الأولى، حمام رئيسي وانتم بكرامة، تخدم الشقة ككل، فيها مروش ومغسلة وكلوزت. مقابل الحمام الرئيسي الغرفة الثانية أيضا إطلالتها على البحر. عند المنطقة هذه منطقة غسالة الملابس،
والسخان، يعني نقدر نحط الغسالة مكان مخصص أيضاً للغسالة. نيجي أخيراً هنا على غرفة النوم الرئيسية. غرفة النوم الرئيسية ما شاء الله مساحتها كبيرة وشاحة وإطلالة ساحرة على البحر. الواحد يسهر في النوم على الإطلالة هذه ولا أضرار. ايضا تزود غرفة النوم الرئيسية المنطقة هذه منطقة دريسنج روم، نقدر نحط الدواليب هنا فيصير منطقة خاصة وغرفة تغيير الملابس، لها حمام خاص فيها. الحمام مزودة بمروش ومغسلة. زي ما احنا عارفين منطقة الاكتبات منطقة حيوية، زي ما قلنا سابقا احنا قاعدين في البلكونة، منطقة حيوية جدا. تواصلوا معنا على الأرقام الموجودة في البايو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.